اجتمع اليوم رئيس جمعية الأمل للتوحد مع أولياء الأطفال المتوحدين بمقر الجمعية الكائن مقرها بحي بيبينيير بمستغنم، وذلك بعد الصعوبات الإدارية التي جعلتها تعلق نشاطها مؤقتاً لحين التوصل إلى أرضية حل ترضي الطرفين، الجمعية من جهة ومديرية النشاط الاجتماعي من جهة أخرى. سيد سيفودي محمد رئيس جمعية التوحد لمستغنم، دوك رانا في كريز، دوك عرفنا باللي الاداره دبتنا باللي اون فا با فوار لاغريمون تاع ليتابليسمون سبيسياليزي في هذا اللوكال. فو سافور باللي هذا اللوكال الدوله عطاتها لنا، الدوله هي اللي هيئته لاجل ان ليتابليسمون، ومن بعد دخلنا ونزا فورسي باش ندخلوا، ففورسي مزيان فيتي باش ندخلوا باش يدشن، ومن بعد هادو في عامين نستناو باش يعطونا لاغريمون، ولاغريمون الى تي روفيزي رفضاته بسبب اللوكال، لان اللوكال غير كاين تحفظات على اللوكال، وهذو التحفظات نقول باللغه الفرنسويه بيدون تحفظات، ماشي تحس باللي هذه عرقله. عندنا الاطفال كنا نرعاو 50 طفل يوميا، ودوك دينا القرار باش نبلعوا، لان خفنا من الامر اللي الامر اللي صرا في قسنطينه، نجم ما عندناش، يقول لك ماكش تخدموا، ماناش محميين قانونيا، ماناش محميين ثانيا حنا المصاريف اللي عندنا متحملينها وحدنا، ملي نخدموا من 2015 حتى فرنك ما عطاتها لنا الدوله، اوكي سيفونسيون اوكي ناد غيان دوبي 2015. راكم نطالبوا بهيكله قانونيه؟ نطالبوا بهيكله قانونيه في 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 اقرب وقت، ولا في بدماغ غير هيكله قانونيه. طبعا هذه هي، ونشوفوا التكفل تاعنا ويبركونا من هاد الممارسات تاع التهديد، ويبعثونا لي كونترول، وهذا تحس باللي احنا نخدموا في طابع انساني للصالح العام، وتحس باللي راك تخون ولا مانيش عارف. جمعية توحد أمل مستغانم ممثلة قانونية بينيفال الجمعية. الجمعية راهي تعاني من عراقيل على مستوى إدارة مستغانم، على مستوى بريسيزيمون مديرية التضامن، مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن. جات اللجنة وشافت المقر ثلاث خطرات دير لنا على التحفظات، وهذوك التحفظات تأكد عليهم بلي ما راهمش في دفتر الشروط المادة 5 تبعا للمرسوم 08350. راه عندي دفتر الشروط المادة 5 تقول مساحة المحلات وعدد الأشخاص متكفل بهم مع مراعاة طبيعة النشاط ومهمة المؤسسة، أنا دايرينهم في لو ستاتو. حجم الهواء الضروري للأشخاص مستقبلين محدد ب 4 متر كاري أ 5 متر كاري، تسمى رانا مديباسينها او ماكس. مساحه زجاجيه مفتوحه من دخلتوا راكم شايفين لا سوبرفيسي شحال، والنوافذ كي دايرين. الوقايه الصحيه حاضره، التجهيزات الصحيه راهم باينين شفتوهم من جيت وزرتونا، والتدفئه والتكفيه والتكييف الهواء كاينين. دونك السبب اللي راهم اكدين عليه في محضر الاجتماع في هادي عامين راهم يجوا ويقولوا لنا يعني ما كانش راهم متوفرين، بغينا نعرفوا الا يطيقوا يعطونا محل واحد اخر، انا متفقين معاهم، سينو يخلونا هذا ويعاونونا في الاحتمال. اولياء الاطفال وبعد ملاحظتهم لتطور اداء ابنائهم بسبب الدروس المتخصصه التي تقدمها المدرسه باعتمادها على كفاءات في ميدان التعامل مع الاطفال المتوحدين وكذا التجهيزات التي وفرتها الجمعية لتلاميذها، استغربوا هذه العراقيل الإدارية التي حتما ستعصف بحقوق أطفالهم. والدة طفل توحدي محمد طالب بحق ابني، أبسط حقوق أنه التعليم والتأقلم، نطالب من المؤسسات طالب من السلطات أنه تعاوننا بإعطاء ترخيص قانوني للمركز اللي هي هذه الجمعية اللي راه فيها ابني، جمعية أمل توحد مستغانم.
انه يخلوهم يواصلوا طبعا بشكل قانوني يواصلوا العمل اللي بداوه مع اولادنا، ما يخلوش لهاد الاولاد اولا يكونوا ضحيه هاد التعسفات. و طبعا انا مثلا ابني راه تقريبا 3 سنوات في هذه الجمعيه والحمد لله التطور تاعو راه ملحوظ، المهارات الفرديه تاعو تطورت بشكل زعما ظاهر. حرام انه هذه الجمعيه تحبس الا ما شفتوش للوالدي للاولياء وما شفتوش للمشرفين على هذه الجمعيه شوفوا للاطفال، باسكو لو بلوز امبورطون سي لي زونفون، هما اللي غادي يدعوا، ما الاولياء، ما احنا الاولياء، ما المسؤولين على الجمعيه، الاطفال اللي هما راهم ضحيه هذا الشيء التعسفي اللي راكم ديروا فيه. حاج اللول من ولايه غليزان، اب لي محمد 4 سنوات. محمد راه هنا في هذه المؤسسه من لاج دو 18 موا، 18 شهر صبنا بلي عنده هذا الاضطراب تاع التوحد. Il a été pris en charge par l'association malgré son jeune âge. وكنت صديق دوك انا ساكن في غليزان وهو كان يجي يقرا هنايا يوميا، كنت داير له طاكسيور يجيبه كل يوم الصباح ويعاود يجي يرجعه ا 11 دمي كيكملوا صديق لا دومي جورني كنت داير له. ومن بعد شغل بارابور ا سون جون اج وشت التحسن شغل بدا يتحسن، على جالو رحلت كاريمون المسالم في ولادي مرتي وانا راني حامل لانافيت باسكو مازال توجور خدام في غليزان، دروك انا راني ندير لانافيت بور لو بيان تاعه. وهذه في لاسوسياسيون هنايا صدير تشوف باللي كاين تحسن 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 كبير. المطلوب هنايا ماشي حاجه كبيره، حنا يعطوا اعتماد لهذ الجمعيه باش تخدم في اطار قانوني، هذا هو الشيء اللي نطالبينه، ماناش طالبين حاجه كبيره باش هاد الدراري يتعلموا في اطار قانوني. حنا لو بيت تاعنا سي ا 6 باش ندخلوا في اون ايكول نورمال، على 6 سنين انا نعلموا فيهم باش 6 نطيقوا ندخلوا في سنه اولى. حنا اليوم حنا كاولياء، حنا الاولياء باش نبسط الفكره، راه صار لنا كاين واحد عطشان في الصحراء كيجيب له نص كاس تاع ما يفرح به. المطلوب من السلطات المحليه اش هو؟ مساعده هذه الجمعيه، كيفاش يساعدوها؟ الانسداد اللي راه صاري هذا ماذا بينا يقلعوه، يقلعوه عن طريق الموضوعيه في علاجه في معالجه المشكل. منحونا لاغريمون معناتها الاعتماد تاع حد المقر باش يولي مدرسه، الا ما تمنحوناش الاعتماد الثاني لانه الاعتماد تاع الجمعيه موجود راه تنشط في القالب القانوني، الاعتماد الثاني باش يولي هنا كمؤسسه ومدرسه اللي يسمح لنا هذا الاعتماد باش نستفادوا من الاعانات الماليه، الا ما كاش هنا في هذا المقر يعطونا مقر واحد اخر، سيبوا لنا البديل، اعطونا الحل البديل.